السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبتي الكرام في هذا البث المباشر، والذي راح نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن مآلات الأوضاع بعد عودة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الجزائر، بعد رحلة علاج دامت أكثر من شهرين، وحدث فيها ما حدث، وقع فيها ما وقع، و توقعات كثيرة والإشاعات كثيرة والأخبار كثيرة. والسبب أولا وقبل كل شيء لازم نفهمه أن السلطة هي التي تتحمل المسؤولية. عندما تكون السلطة تتعامل بطريقة غير شفافة وتعطي أخبار الواقع يكذبها وتمشي بطريقة أخرى حتى للحظة الأخيرة، واضح بأن الرئاسة كانت تعطي في معلومات غالطة، ما أعطت المعلومات الصحيحة. والإشكالية اللي لازم نفهموها إخواني أنه لا يوجد ما يضر الدولة عندما تفقد مصداقيتها مؤسسات الدولة، لا يوجد ما يضر الدولة عندما تفقد مصداقيتها لدى الجماهير. الدول الآن في عصر الإعلام هذا المفتوح وفي ظل شبكات التواصل الاجتماعي تجتهد تحرص على مصداقيتها بقوة، لأنها تعرف باللي إذا ريحت مصداقيتها رايح تروح كارثة. لكن النظام الجزائري يدير العكس يا جماعة، يدير العكس، عكس تماما. حتى لآخر دقيقة هاو ظهر الرئيس رجله مريضة، نتابعوا في الأخبار ملايين أصيبوا بكورونا، أول مرة نسمع بواحد أصيب بكورونا ضربته في رجله هو عبد المجيد تبون، وقيل راح نطلق على هذا الفيروس تبون 20، كاين كوفيد 19 وتبون 20. هيا روح فسروه للجزائريين. الان الجزائر كثير من الجزائريين صاروا يشكوا في حكايه كورونا، وانا نقولها لكم يا اخواني الكرام معلوماتي الموثوقه والمصادر ان الرئيس اصيب بكورونا، وهذه قلتها في البدايه. لو ترجعوا الفيديوهات الاولى اللي درتها قبل ما تعترف رئاسه الجمهوريه هي، واول بيان، واذكر انه اللحظه اللي جات فيها خبر عاجل انه الرئيس انه دخل في حجر صحي طوعي، كنت جالس مع صديق صحفي في ذلك اللحظه، قلت له والله قلت له غير كذب اصيب، بلا ما نتصل حتى بواحد، وعملت نتمنى له الشفاء، عملت تغريده وقال لي لا اصبر شوي. قلت له رئاسه الجمهوريه الجزائريه كي وصلت ودارت هذا الشيء يجب أن تتأكد بأن المصيبة وقع. المهم خلينا ما نحب نرجع إلى الماضي وكذا وكذا. الرئيس لما رجع كيف رجع؟ لا شفنا صورته نازل من الطيارة، لا شفناه واقف. نهار اللي دار نهار 13 ديسمبر ظهر قاعد في الكرسي دارك الخطاب اللي نشره على تويتر، وبعد ذلك كي زاد من 13 ظهر نهار 29 كيروح ظهر جالس في الفوتاي ويحكي ورجله راهي باينه باللي داير عمليه جراحيه وجاي من هذا القبيل على رجله. بعد اليوم زاد ظهر يستقبل في شنقريحه، ثاني جالس في كرسي في مكتب اخر غير مكتب رئيس الجمهوريه. ما هوش مكتبه هذا في الرئاسه الجمهوريه، لو ثبتوا في مكتب رئاسه الجمهوريه هذا مش مكتب الرئيس، هذا مكتب في بلاصه اخرى. يا في وزاره الدفاع، حتى في مكتبه في وزاره الدفاع مش هذا. كان بصفته وزير الدفاع وقائد اعلى القوات المسلحه. أرواح أقنعوا الجزائريين. أنا من الصبح من البارح الصباح وأنا لما نشرت الخبر بأن الرئيس جاي بناء على معلومات وراحوا كذبوني وكذا 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 وكذا، بغض النظر أنا لا يهمني هذا، أنا من نهار اللي راح تبون ولا يوم قلت لكم راهو مروح في اللحظات الفلانية ولا أنه راجع، ولا أقول لكم احتمال يرجع، وضعه الصحي مفتوح على كل الاحتمالات حسب المعلومات اللي تجي. جات معلومة قالت باللي راهو مروح، تأكدنا من المصدر نشرناه. أول مرة نقول لكم راهو الرئيس مروح وراهي الطايرة وجاي فيها روح صح. هذه ماشي باش تباهى بها من باب المصداقية كي قد يفسرها الواحد، لا 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 ماشي هكذا، ماشي هكذا. أنا حبيت نقول لكم شوفوا وين وصلت الوضع في الجزائر. رئاسة الجمهورية الصفحة تاع رئاسة الجمهورية ما أعطتش المعلومة. هناك تضليل متعمد، تضليل متعمد من نهار اللي مرض الرئيس هو التضليل. هم يمارسوا في التضليل، ومن البدايه نقول لهم راكم خرب، ربما راهي في ظل ظروف هذه نتاع كورونا، الشارع الجزائري قد لا يخرج ولكنه مهدد في اي لحظه بالخروج، زاد تدهور الوضع الاجتماعي بسبب هذا الوباء. هم في اوروبا ويخرجوا في مظاهرات، دول تساعد الفقراء ما كانش، مش المساعدات الاجتماعيه لا تحصى ولا تعد، مهددين بالخروج، كيف بلد
ما فيهاش مساعدات اجتماعية، الناس تعاون فيها في بعضها لوجه الله، الجيران الفقراء الأغنياء يعاون الفقراء وهكذا. هي رجعت، من المفروض الرئيس لما يرجع يجتمع بالوزير الأول والوزراء، وين هما الوزراء؟ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قدم له البيلون على في الداخل والخارج. انت راك يا شنقريحه، انت راك مسؤول عمليات، تقدم له حقيقه تقرير حول وضع الوحدات على الحدود، صح، لكن الوضع الامني وما يخص الوضع الامني ما يقدموش شنقريحه. كاين مسؤولين امنيين، كاين وزير داخليه، وزير داخليه عنده تابع الاجهزه الامنيه، كاين الامين العام لوزاره الدفاع يقدم له مدير الامن الداخلي، ومدير الامن الداخلي تابع لوزاره الدفاع، ماهوش تابع الى قياده الاركان. هذه مثل هذه الاخطاء في الطريقه في الممارسات، راك راهي الناس راهي ولات تعرف يا جماعه كيف تمارس عملها، الناس راهي ولات تعرف، رانا مشينا فيك الزمن هذاك اللي كانت الناس ما تعرفش حتى ممارس، الناس الان صارت تعرف كل شيء. صار مفتوح، هل بالحملات هذه والجيوش الإلكترونية هذه اللي مشكلة تابعة بعض الموظفين في الرئاسة والمخابرات وبعض الأحزاب السياسية تعاود تبني سمعة الدولة؟ وأنا نقول لكم منذ 22 فبراير أراه وقعت أخطاء جسيمة من طرف الدولة والنظام ومن طرف المعارضة أيضا، من طرف الحراك الشعبي. منذ قليل والله رجعت إلى حوار لقاء برنامج تلفزيوني درته مع قناة الحرة، كان يوم 23 مارس 2019، يعني بعد شهر من اندلاع الحراك الشعبي، وراح نعود ننشره لكم. واش قلت حينها لما طالبتم؟ جابوا معايا واحد الضيف جزائري، شاب جزائري لأول مرة يظهر في الإعلام آنذاك، وبدأ يتحدث بأنه ما نريد قيادات، ما نريد شيء، الحراك راهو شعبي، نهار يسقط النظام بعد ذلك تجي مرحلة القيادة. وكنت قلت غلط، ما هوش منطق هكذا. مشكلة الشارع الجزائري، أنا راح نتكلم لك هذه الفترة قضيتها كلها نتكلم على أخطاء السلطة، خليني راح نتكلم شوية على أخطاء الحراك الشعبي، وما يجب أن نتكلم على الحراك الشعبي تبع 22 فيفري، ذلك الحراك التاريخي اللي جزء منه عادوا إلى بيوتهم، وجزء اقتنعوا بالمسار واقتنعين بما يجري، وجزء آخر عادوا إلى بيوتهم بحذر شديد يشوفوا إلى مآلات الأوضاع، وجزء آخر غير مهتم تديه السخانة وتجيبه البرودة، وجزء أيضا عنده أجندة معينة هو اللي أكمل المسيرة على الطريقة نتاعه، فأضر الحراك ولم يحقق الحراك أهدافه ولا حققهم أهدافه. نعود شوية إلى الحراك الشعبي. نعم، هذه الأيام بدأت أصوات تنادي بالوحدة، والغريبة أن الأصوات التي نادت بالوحدة بين الحركيين كما يسموهم وبين أصحاب مشروع التغيير في الجزائر هم الذين خربوا الحراك الجزائري. أولا دخلوا له القضايا العرقية ودخلوا له لافتات أخرى، من المفروض حراك جزائري يرفع علم الدولة الجزائرية، هذه النقطة الأولى، ما يرفع لي حتى على علم واحدة أخرى، وجي ترفع لي علم الجزائر ومعه علم منطقة راح تثير حساسية إلى مناطق أخرى، خلي علم الجزائر، علم الدولة الجزائرية، والثروات أو الثورات الناجحة عفوا هي دائما يكون عندها راية واحدة، راية الدولة، وهذه شيء، لأنها بدأت تخلق في النزعات الأخرى، ما تنساش بأنه هذه مثلا هذه الراية اللي يسموها راية القبائل وراية البربر وكذا وكذا والأمازيغ، ما هيش مقتنع بها كل الناس، مقتنع بها بعض الأجزاء، لما جيت تفرضها كتوأم إلى الراية الوطنية خلقت حساسية عند بعض المدن التي كانت تشكل خزان أساسي للحركة الشعبية. هذه النقطة. الأمر الثاني، الدخول في صراع مع المؤسسة العسكرية، وكان غلط كبير، المؤسسة العسكرية ما كانت معادية للحركة الشعبية. القائد صالح رحمة الله عليه انحاز إلى المطالب الحركة، لأن مطالب الحركة الأولى كانت إسقاط العهدة الخامسة، محاكمة الإسقاط عصابة بوتفليقة، هذا هو المطلب، ولكن بدأ المطلب يتطور. المشكلة الثورات الشعبية، وأنا جربت في مهام في هذا الإطار وعيشت هذا الأمر، أن الشارع عندما يكون الشارع ما عندوش قيادة سياسية وما عندوش انتماء سياسي وما يكونش عنده غطاء يا حزبي يا حركي يا تنظيمي يا معين، ينفلت الوضع، لأنه في تلك الحمى وفي ظل التحريض
تجد الناس يمشي لقدام فقط. وصلنا أنه كثير لما أنا كنت نتحدث في كلام نحاول أضع خطة عمل ضد هذا الأمر، وحتى قلت لهم أنكم تطلقوا مبادرة لتمثيل الحراك، حيث من الشروط الأولى أنه أي واحد يمثل الحراك ليس له يتعهد شرفيا أنه لا يستغل هذا المنصب ولا يتولى أي منصب في الدولة الجديدة، يكمل يوصل بالحراك إلى شاطئ الأمان، يعود إلى بيته كتعهد شرفي حتى يقطع الطريق إلى أصحاب الأطماع. ونحن نعرفوهم أصحاب الأطماع، وأكثرهم اللي يحبوا مباشرة يستغلوا هذا بس يوصلوا للسلطة ويحبوا الظهور. نعم، لا أعتقد أن يكون هذا. نعم، وفيه تجارب نجحت بشكل نهائي أيضا لما المرحلة يكون اللي. لماذا لا نراهن على هذا الشيء الذي يجي التخوفات أخي الكريم وأنا معه يعني في كلامه، تخوفاته تقول بأنه إذا تم تعيين ممثلي الحراك ستظهر الأطماع وتحدث الاختلافات وتظهر الإيديولوجيات، هذه تحدث، ولكن يجب أن يكون يبدأ من البلدية ويمر بالدائرة ثم الولاية ويصل إلى العاصمة، أن يكون الناس اللي يمثلوا الحراك لا يكون لهم أي أطماع في السلطة، بل يقودون الحراك إلى شاطئ الأمان ثم يعودون إلى بيوتهم كالتزام أخلاقي حتى يقطع الطريق أمام الأطماع بلا أدنى شك. ولكن إذا بقي الشارع يتحدث بهذا المنطق، جاءت الأحزاب تبع الرسمية الآن تريد ركوب الحراك، لأن الحراك لا توجد له واجهة سياسية، ولا يوجد حراك ينجح إذا لم يكن له واجهة سياسية متفق عليه في تحديد المطالب وتحديد التوجهات وكبح جماح العواطف التي غالبا ما تؤدي إلى الانهيار. لذلك حدثت شبه منافسة، وأذكر في تلك المرحلة أنني بعت نفسي حتى في الإعلام، أظهر أحيانا كاين فضائيات بزاف يعيطولي وقليل نادرا وين نشارك، واللوح كالماء أحيانا اللوح بوست فقط على الفيسبوك وحتى اليوتيوب والفيديوهات، أحيانا نحط حاجة لما نشوف حاجة ضرورية فقط ولا نشوف الأمور مهددة في خطر فقط خلينا. ولكن حدث أنه هناك تنافست ناس عندها أهداف تبحث عن الشهرة وتبحث عن النجومية، ناس أخرى تبحث عن تصفية الحسابات مع جهات في الدولة، وأخرى عندها أجندات لدول معينة. فلذلك كان أكبر غلط وقع فيه الحراك الشعبي لما دار القايد صالح خصم. لماذا داروا القايد صالح خصم؟ هناك أطراف مخدومة، العصابة كانت متجذرة في وسط الحراك، هناك ناس موالين للعصابة وينتقموا من القايد صالح انتقام شديد، هناك أيضا من حملوا أجندة أخرى تعود إلى التسعينات وعندهم تصفية حسابات ضد القايد صالح، ولذلك شفناهم بدأوا يروجوا أن القايد صالح عامل للإمارات، وبدأوا يصفيوا بعض الحسابات اللي داروها أصلا من أزمة الخليج ما بين قطر والسعودية والدول الخليجية، أدخلوها في المشهد الجزائري، وشفناهم كيفاش يحرضوا من أجل رفع لافتات، لأن المحرضين هذم كانوا تم إعاز لهم من بعض الدوائر معينة حتى يدخلوا تلك الصراعات ويستغلوا المشهد الجزائري لتصفية الحسابات والصراعات اللي حدث ما بين قطر والإمارات مثلا. فكان خطأ كبير. أمر آخر أنه أنا قلت لكم دخول في صراع مع المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية وقفت مع الحراك الشعبي كان غلطة كبيرة وكانت غلطة قاسمة للظهر. بعد ذلك لما أصر القايد صالح على المسار الدستوري وهو يدرك تماما أنه أي مسارات أخرى ستنفلت بالأوضاع، فلما أصر على المسار الدستوري ماذا قالوا؟ ما كانش انتخابات، وكاين اللي يطلع أصلا في الفيسبوك وفي البث المباشر ويحلف لهم بالله أنه الانتخابات ما تكونش، الانتخابات الأولى فشلت ما اندرتش، جاءت الانتخابات الثانية، وقلت لهم في ذلك الوقت هذه الانتخابات ستتم، عملوا كل الوسائل من أجل إجهاض الانتخابات. مرت الانتخابات، بدل أنك في تلك المرحلة كي بدأت الترشيحات من المفروض أنه يكون شخص توافقي معين للحراك الشعبي يمثله، يكون عنده ممثلين يختاروا إما شخص من الحراك أو يشوفوا شخصية معينة أخرى مش شرط تكون من الحراك يكون عندها ثقل في الشارع الجزائري ترشح لتكمل تحقيق مطالب الحراك الشعبي، قال لك لا نحاولوا نجهضوا كل شيء، وكانوا يستقون بالشارع، الشارع معانا عندنا مئات الآلاف ويتحدثوا عن الملايين في الشوارع، هذا لا يكفي. في مرحلة التسعينات كانت عندك أول ما بدأ العمل المسلح تجاوزوا 20,000 واحد حامل لكلاشينكوف، وفي النهاية وين وصل الأمر؟ ما هوش حل.
ما كانش أرضية. النخب الحقيقية اللي تظهر في الإعلام كانت تجاري الشارع. هو من المفروض العكس، لما يكون الناس يتظاهروا والناس في الشارع عندهم مطالب معينة، من المفروض النخب هي التي تتحكم في الشارع، مش الشارع اللي يتحكم في النخب. بل بغباء استراتيجي كبير أنهم جاوا يتحدثوا على أنه هذا الثورة شعبية، ولا السلطة والقداسة إلا للشارع، والشعب هو اللي يقول كلمته. نعم، هذا كلام ممكن يستعمل من طرف نخب سياسية للتأثير على صناعة القرار، ولكن أنه بهذه الطريقة تريد أن تسقط النظام. قلت لهم في ذلك الوقت وش يروحوا، أوكي القايد صالح تحوسوا عليه يجيب المفاتح تاع رئاسة الجمهورية، يهبط لكم في لاغرون بوست، يطيش لكم المفاتح، يقول لكم ديروا لي منوت ودوني الحبس. قلت لهم الثورات الشعبية مثل هذا أيدها العسكر 50% 50%، خلي نتقاسموا الأهداف. نحن لا يروحوا كاع لا مدوا حتى شيء، ها ما ديتوا والو، حتى الشعب ما تقدروش درك تعاودوا ترجعوه للشارع. وحب لكم سنين باش ترجعوا للشارع، وتبقى يرجع للشارع بطرق، ولكن يرجع بتلك الكيفية وبذلك الأمر ما كانش. جاكم وباء كورونا، مات القايد صالح، انقلب بالمسار كله على ضد القايد صالح، الآن جاكم شنقريح، يا روحوا اخرجوا، روحوا ارفعوا لافتات وقولوا له تراها تروحوا كاع ومنهم شنقريح. نتكلموا شوية بمنطق يا جماعة. المنطق الان باش راح نبقوا في هذا في هذا في هذا الموال، ما لن تحققوا شيئا، يجب ان تتحملوا مسؤولياتكم. واحد تلقاه وصل لدرجه شوف حتى النظام، نعطيكم نقطه مهمه، النظام كان تعامل بذكاء خاصه الاجهزه، جاء تعامل مع بعض الهوار اللي ظهروا في الظروف هذه ولقوا فضاء التواصل الاجتماعي واستعملوا شهره، استعملوا شهرة وهكذا، وصاروا مشهورين وكذا وكذا وكذا، والناس تحوسوا عليهم والآلاف يتابعوا فيهم، فراحوا ظنوا بأنهم بهذه الآلاف راح يأثروا في صناعة القرار. واش يديروا الأجهزة الاستخبارية؟ كانت تسرب لهم معلومات، تتسرب لهذه الواجهات الفاسدة أخلاقيا، والتي اللي ما هيش فاسدة أخلاقيا ليس لديها تجربة في العمل السياسي والتعامل مع الأجهزة. واش داروا؟ يعطوهم معلومات، والمعلومات بعد تطلع صحيحه وهذوك يزدادون شعبيه، بشعبيه هؤلاء دمروا الحراك الشعبي، لانهم في الوقت اللي كانوا يحاربوا فيه النخب الحقيقيه، الناس اللي عندهم مستوى سياسي حقيقي يريدون الذهاب بالجزائر الى شاطئ الامن، ويريدون للحراك الشعبي ان يحقق اهدافه وفق استراتيجيه وعبر مراحل. لكن ها وين راح؟ صبحوا هذه الواجهات المزيفة وهاهم رجعوا على بعضهم. هذه طفلة مسكينة، هنا شفت أرسلوا لي الشباب فيديو بتاع واحدة الأخت في الغرب الجزائري صارت تبكي بالدموع، كانت معتقلة وشيء من هذا، ونشروا لها صورها الخاصة وكذا. كيف شوفوا نوصل للحال؟ علاش وصلنا لهذا؟ لأنه ما بقاش الآن اللي صار يقعد في داره يكتب لافتة ويخرج للشارع يحطها، وعنده صفحة في الفيسبوك هو يلحق 100,000 متابع، هو يشوف في روحه سعيد. أنت زعيم في عالم افتراضي، لكن في العالم الحقيقي لا يمكن أن تكون زعيم. هل رأيتم يا إخواني أنتم اللي تتابعوا، هل رأيتم يوما أن مثلا الناس الواجهات السياسية في الجزائر التقت، أو الواجهات السياسية اللي في الخارج التقت بمختلف توجهاتها وتفاهموا على أرضية معينة من أجل التغيير؟ ما كانش. كانت واحدة المجموعة تجيبهم المغاربية، تكري لهم في فندق حذا مقر المغاربية، يقعدوا أيامات وهم في الندوات المغاربية تخدم بهم، تخلص لهم البي ألي روتور وتخلص لهم الوتيل، يجوا ويروح. والله فيهم حتى اللي ما يسلموش على بعضهم وما يتلاقوش مع بعضهم، وهذا يمنشر في هذا، ماشي على هذا برك نكلم لك عليه، بل أنهم فاتحين صفحات، كل واحد داير ذو باب إلكتروني خاص به باش يشوه الآخر. أنت جاي بهذه راح تصنع لي تغيير؟ وكل واحد هي بدا الحراك الشعبي صلة تاريخي، كل واحد شاف روحه وصل ل 100,000 متابع في صفحته في الفيسبوك ولا اليوتيوب خلاص، ولا راهي في قنوات فضائيه كبرى تعيط له باش يحلل الشان الجزائري، خلاص شاف روحه ولا زعيم. اذا هو المخول بقياده هذه الجماهير وفق ما يريد. وين وصلت الجماهير منين كانوا في لندن وفي غيره في بعض العواصم وباريس يخرجوا بالالاف، درك يخرجوا بالعشرات ويزيدوا شوي حتى العشرات. هذوك مشكلة الجزائريين يا جماعة، أنا شفتهم في الخارج أنهم لا يلتقوا على مائدة واحد ولا يلتقوا على خط الطريق،
هذا يطعن في هذا، هذا يكيد لهذا، هذا يتآمر على هذا. والله في العموم هذا هو الواقع. أنا نتكلم هكذا في الداخل أيضا، كل واحد يشوف في روحه زعيم، كل واحد يروح يشوف في روحه هو البديل، النظام بوتفليقة. المشكلة حدث لها هم ما حدث في سوريا. سوريا لما مشت ثورة شعبية، ثورة تاريخية حقيقة، واش بدأت المعارضة؟ بدأت تتقاسم في التركة ما بعد بشار الأسد، وبشار الأسد مازال في قصر الجمهوري، حتى جاءت القوات الروسية وجاءت الميليشيات من كل هاهي وشفنا وين وصلت الأوضاع. نفس الشيء هناك من بدأ يتقاسم في تركة النظام ما بعد رحيل القايد صالح ورحيل بوتفليقة ورحيل الباءات وسقوط النظام. تمشي الأمور هذا على مستوى الحراك الشعب. أنت تتعامل مع نظام خبيث، أجهزة خبيثة لديها قدرة على تحويل الحق إلى باطل والباطل إلى حق، تجي أنت بهذه الطريقة تتعامل معه، تجي بهذه الطريقة كل ليلة داير اللايف وأعطيكم معلومات الجنرالات والخبثاء وكذا وكذا وكذا، وأنت تتعامل مع دولة عندها سفارات، عندها أجهزة استخبارات، عندها صفقات، عندها وزارات، عندها ميزانية كبيرة. الدول تتعامل مع الدول. والله من يعتقد بأنه إذا انتهك النظام الجزائري حقوق الإنسان والمساجين، أن الأنظمة الدولية تتحرك ضد النظام وتسقط ويكذب عليه. بشار الأسد قتل أكثر من 1.5 مليون مواطن، شرد أكثر من 15 مليون بين نازحين ومهجرين ولاجئ ومنفي ومعتقل ومختفي، أكثر من 15 مليون. هم ما زالوا يتحدثوا على أنه رئيس والسفارات نتاعو موجودين في أنحاء العالم. هذا الناس تتحرض، تحرض الناس، الناس وبعد ما يسجن، بعد ما يسجن حولوا إلى قضية تاجر بها فقط، تاجر بها فقط. هذا النظام أيضا وجد عندما النظام يكون فاسد يعمل على صناعة معارضة فاسدة، والمعارضة الفاسدة ليست تلك الدكاكين الحزبية اللي كانت على مدار حكم بوتفليقة وما قبله، بل أنه صنع واجهات فاسدة أيضا في الحراك الشعبي، فدمرت الحراك الشعبي والنظام استعاد قوته واستعاد عافيته. من كان خالد نزار مطارد في الخارج، الآن خالد نزار راهو دخل بالسجاد الأحمر وطائرة رئاسية حملته إلى الجزائر، وراهو في قصره الفاخر وانهما هذم اللي، ولم يرجع مواطن جزائري واحد تم تهجيره من طرف نظام بوتفليقة. وين هي؟ وين هي العدالة الانتقالية؟ وين هي كل شيء؟ طبعا أنا ما ألوم النظام، النظام شاف روحه مهدد استعمل كل الأساليب الخبيثة لبقاء في الحكم. ما نجيش أنا نقول نظام خبيث وفيك وفيك وفيك، أنا في معركة. إذا ما كنتش ذكي ما استغلش الفرص، ما استغلش الحراك الشعبي فرصة وجود القايد صالح واستعداده آنذاك في تقاسم السلطة. يجي يقول لك درك القايد صالح انقلب على الحراك، القايد صالح أنت ما من هنا قال لك مروح ومن أنت حملت لافتات قلت له ديجاج، انت راه كاين ناس تبلوكيه على الفيسبوك يدير عليك حمله، تبلوكيه برك من صفحه كي يجي يكتب حوايج مش مليحه تبلوكيه، تبلوكيه تقول اخويا يخطاني ما يزيدش يجي يكتب لي في الصفحه نتاعي، راه كانك طردته من العرش يا رجل. ما يشي يدير العجب، كيفاش واحد في السلطه وكل الامتيازات عنده تجي تقول له يا ديكاج، الشعب قال لك ديكاج، الماده 7 و8 يجي يمدها لك هكذا نورمال وتروح. تغيير ما يجيش هكذا. لذلك يا جماعة الخير، نحن الآن الجزائر مشروع التغيير الثاني الذي تم إجهاض، تم إجهاض مشروع التغيير اللي حدث في 88 بعد ثورة شعبية، جابوا أعطوا الاعتماد لجماعة الفيس وجماعة مصطفى أبو يعلي والتكفيريين هذوك، وطلقوا عش الشعب الجزائري بين مؤمن وكافر، بين مرتد وضال، طغاة وبغاة وغلاة وكذا وكذا ومصطلحات. وصلنا إلى حرب، حرب كانت يذبحوا في الناس ويقطعوا لهم في رؤوسهم. وصلنا لواحد المرحلة خسروا الجزائر في ذلك مسار تغيير كل خسروا. جاءت فرصة تغييرية أخرى، الأمور السلمية، المؤسسة العسكرية راجعت أخطائها، حاولوها لنا الآن ها هي، راح القايد صالح مات ربي يرحمه، تغيرت أمورك، الباءات هاهم راحوا، جاء تبون الآن. هل يعني باش نكون، هل راح تقضي وقتك انت الان تبون راهو، تبون راهو راهو مش رئيس شرعي، راهم جابوه العسكر والتفون وكذا وكلمات بالسب هذا بالشتم، الان راح تغير وتبون؟ ما تستطيع ان تحدث التغيير لما تكون عندك استراتيجيه،
ما عندكش استراتيجيه والله، تقعد تزمر 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 حتى يوجعك راسك، ونتحداك انك يمكن ان تحدث تغيير. اذا خلينا من هذا، كلنا ندرك تمام، كلنا قصرنا في تلك المرحله، كل واحد عنده اخطاء. الان الجزائر لا تضحي بالجزائر ولا تضحي بمطالب التغيير ولا أي شيء، يجب أن يحدث هذا التغيير. إذا ماذا يجب أن يكون؟ يجب أن تكون هناك أرضية. هذه الأرضية ها هي، 1 2 الأهداف، المنطلقات، الطرق، كذا 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 كذا، ها هم الناس اللي يمثلوا هذه المطالب، وتمشي بهذه الطريقة. واحد ما يدبر على رأيه، اللي يحب يخرج على أطار هذه الأرضية راه يعبر على رأي الشخص. ما تجيش تضحي بمطالب شعب كل من اجل غريزه واحد حاب يولي زعيم، حاب تولي زعيم، ما تجيش على حسابي. كاين استراتيجيه معينه، هدفنا احداث التغيير، وليس الهدف انني نكون انا في بلاصه تبون، ولا نكون في بلاصه فلان، ولا تكون انت في بلاصه فلان، ماشي هذا هدف. انا ما جيت اناضل من اجل التغيير باش نحط نفسي في السلطه. عندما تكون مطلبي السلطه خلاص هنا راح نجي نلعب الالاعيب الكل من اجل، لا، يكون عندنا تغيير، عندنا طريقه معينه وأرضية معينة لإحداث التغيير. بعد ذلك عندما تحدث القواسم المشتركة ما بين طلاب التغيير وما بين السلطة، هنا في تلك الدائرة راح يظهروا الأشخاص اللي نظهرهم نحن، مش يظهرهم أنفسهم باش يكونوا هما بديل. وانت تعرف القلب موجوع على هذا الوضع. الجزائر راهي في وضع بائس ومقبلة على تحديات كبيرة، هناك تحديات داخلية وخارجية وتحديات على كل المستويات. إذا كان لم يحدث هذا التغيير والسلطة التي لن تتغير، عفوا، أن السلطة إن لم تغير ستتغير. أنا أقولها لكم بكل وضوح، السلطة إذا لم تقبل على تغيير نفسها ستتغير، والسلطات الجزائرية عمرها ما تقبل على التغيير. أنا أقولها لكم، لا تقبل على التغيير إلا إذا كانت مجبرة، وإذا كان ظنها تسلم لك السلطة كما ينبغي ويروحوا قاع، وبعد أنتم تلاقوا حضرة جرون بوست وتديروا الرئيس وتديروا الوزراء، أو انسوها، قلتها لكم 1000 مرة. والسلطة عندما تحيس وتبيس تستعد تقتل، ونورمال ما يهمهاش. أنت مش هدفك أنه يموتوا ناس وتدمر البلد، هدفك إحداث التغيير. الآن رهنا في نهاية السنة، ما الذي حققه الحراك الشعبي، أو خليني من كلمة الحراك تثير حساسية حتى عند بعض الناس، مطالب التغيير أو دعوة التغيير في الجزائر، ما الذي حققته في 2020؟ قلت لكم مش حقق. فلان ما شاء الله عنده حساب في الفيسبوك كان يتابعوا فيه 100,000 ولا عنده 700,000. فلان ما شاء الله قناته على اليوتيوب يتابعوا فيه الملايين. علان وقفوه، هذه والله لن تحدث التغيير. تغيير يحدث عربية إذا لم تكن هناك مشروع يتماهى مع الأجهزة ومع القوة الأساسية في البلد هي الجيش. هل التغيير اللي طالب به الجزائريين أنه يروح بوتفليقة ويجي تبون ويتعاملوا معهم نفس الحكاية؟ ها هما أنت مطلب التغيير أكبر من هذا، يعني أكبر من هذا. ما تجيش تقول لي الجزائر الجديدة يتكلم عليها عبد العزيز جراد سمواصل الجزائر الجديدة. إذا كان تشوف في هذه الجزائر الجديدة يا عبد المجيد يا عبد العزيز جراد روح بدل نواظرك. وأنا جزائر جديدة؟ هروح نتكلموا عليها ترى، نتحداكم أنكم تخلوا فرصة للأصوات العقلانية أن تناقش ذلك في التلفزيونات الجزائرية. خلقوا الأبواب، الإعلام الرسمي وإعلام تاع هذا تاع الإعلام الخارج عن القانون، والإعلام الآخر اللي عبارة عن مكاتب فقط، خلوه بقى غير الناس، جينا بقات لنا غير نحن باش نتكلموا بعقلانية. لا نوازي، لا، لسنا مع السلطة ولسنا ضدها، لسنا مع الحراك ولسنا ضده، مع مشروع بلورت مشروع، المشروع ما تبلورش، المشروع هذا يكون مشروع تغييري حقيقي ما تبلورش. هذا كيف يتبلور؟ يتبلور عندما يكون غلق الأبواب على هذه الوجوه حتى في الشارع الجزائري. أو التغيير يسهل، لكن الشيء الوحيد اللي ما حسبولوش هذم أدعياء التغيير ودعاة ودعاويه ما حسبولوش، هو أن الشارع أيضا فيه فساد. كثير من الجزائريين يتعاركوا مع السلطة ليس لأن السلطة فاسدة،
مداش حقه في الفساد، يجب أن نقر بهذه الحقيقة. لا نعمم، طبعا لا نعمم، الجزائر فيها الخير، ولكن هؤلاء الخيرين ما لقاوش أنفسهم. عندما تتحول المعارضة إلى كسرة الناس، عندما تتحول المعارضة إلى اختراق أجهزة فتيات ونشر صورهم وابتزازهم، هذه معارضة. وعندما تتحول السلطة، مؤسساتها الإعلامية تتحول إلى ذباب إلكتروني يجوا يسبوا في الناس وينتهكوا في أعراض الناس، هل هذه سلطة؟ بلد مثل الجزائر اللي صوتها يزلزل العالم، هاي وين وصلت؟ وصلت الآن. رئيس الجمهورية شوفوا كيف في حالته، شفناه كيفاش رئيس الجمهورية. أنا نشوف والله، نشوف العجب العجاب يحدث في التقارير اللي دير فيهم وكالة الأنباء الجزائرية عن إنجازات الرئيس. والله أقسم الدبلوماسية وعودة الجزائر إلى الساحة الدولية، هيا بالله عليكم وين عودة الجزائر إلى الساحة الدولية؟ يا جماعة الناس اللي ما سافرتش وشافت، سأل وكون جيتوا تسافروا بالجواز الجزائري تعرفوا قيمة الجزائر، والله ما تسوى شيء في مطارات العالم، ما تسواش حتى حاجة. وفيها دول إفريقية كانت تتمنى تأكل خبز من الجزائر، صار عندها جوازها مؤثر في الدول، عملتها أرواح اللي هنا بركة في فرنسا وفي أماكن اللي تجاوز فيها تتواجد فيها أغلبية جزائرية، إذا لقيتها كالصرافين هذوك عندهم العملة الجزائرية. وجربتها، دخلت عنده قلت له عندي عملة جزائرية حاب نصرفها، قال لي لا. في تركيا جاني ابن عمي وقعد أيامات جاب معاه دراهم الجزائر، راح قالوا له ما نقبلهم. في السعودية عند الصرافين هذوك اللي المفروض كاينين جزائريين يروحوا عملة، يروحوا العمرة وكل حج وكذا كذا، ما يقبلهمش، عمل الجزائر ما عندها حتى قيمة. زيد الموقف الجزائري، هل الجزائر تشاور في كثير من القضايا؟ ما تشاورش، ما يشاوروهاش، ويكذبوا عليكم، يحاولوا ينفخوكم ذات وهمية وبطولات كبيرة. نذكر في هذا السياق، أوكي كثير تحاملوا علي، الزوج مغاربة هذوك اللي قالوا مغاربة أنهم اللي مسكوهم على الحدود، قال لك دخلوا المخدرات. ولاحظوا، تلاحظوا كاين فترات معينة هو يبدأ الجزائريين يطالبوا بالتغيير، هي تبدأ في وسائل إلقاء القبض على جماعة إرهابية في البلاصة الفلانية، توقيف إرهابي في البلاصة الفلانية، هي تسوء العلاقات مع المغرب، هي يوميا أخبار على القبض على المخدرات جاية. جابوهم داروا لهم هما بليمينوت وجابوا يحاوروا فيهم في التلفزيون الجزائري. أنت الدولة اللي عدت مؤسساتها مش قادرة تقنع الناس بأنه فيه تهريب مخدرات جاية من المغرب إلى الجزائر، حتى تظهر زوج. أنا أقول لك ماهنش أخلاقيا، لا يجوز قانونيا، لا يجوز قانونيا، لا يجوز تجيب واحد متهم تمسكه مهما كان الجرم نتاعو، تكون مسكت عنده 50,000 قنطار من المخدرات، عندما ما يسمح لكش أنه تظهره في الإعلام، ما يسمح لكش، وعندما يرفض أنه يتكلم الوسيلة الإعلامية يرفض من حقه إذا كان هو مجرم. للقضاء اللي يثبت عن إجرام، ما تجيش صحفية ولا صحافي هزل الميكروفون ويسأل فيه وهو يجاوب ويتمسك المسكين، حتى تعاطفوا معاه الجزائريين لأنه كاين مشاكل مع المغرب. لا، إذا ما هي استراتيجية الرئيس تبون الآن؟ ثبت بأنه حتى لنهار 29 أنه حكاية أنه إنجاز دولة جديدة وجزائر جديدة حكاية ما يصدقهاش الصبيان، ما دار والو، ما دار حتى شيء. أيا من بعد 29 ما الذي يجب؟ خلينا من الوعود، خلوني من الوعود وتجي والمساكين وأصحاب الدخل الضعيف وكذا. إي كاينة كارثة، عسكريين سابقين مشطوبين أدوا واجبهم في الدولة الجزائرية وكافحوا الإرهاب وكذا ويطالبوا ببعض الحقوق، خرج لهم جدرمية تهرسهم وتضربهم. كاين ناس عمال المساكين يطالبوا ببعض الحقوق، كاين مهمشين، كاين عمال يوميين تغلق في وجوههم كل الأبواب، وكاين ناس أصلا في زمن كورونا، كاين ناس خذوا قروض بعثوا لهم اللوسي في هذه الأيام. عند كاين حتى اللي عنده، أعرف أشخاص تواصلوا معايا، كاين اللي عنده شاري غنم
ده قرض الشرع لم يربي فيهم. الآن طلبوا منه يا يخلص يا يروح الحبس يا يصادروا له داره. قال لهم يا ناس راهو حتى السوق تاع الغنم ما يخدمش، السوق تاع الغنم ما يخدمش، نبيع النعجات هذا ما نخلصكم، خلينا تفوت في كورونا. لا لا ابدا ابدا، راح يصادروا له داره يرقدوا فيها وليدات، وغير 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 كثير. الناس اوقفت كل شيء، اوقفت كل شيء. ناس عندها قروض في بنوك اوروبيه، والبنوك تقول لهم اذا كان ما تقدروش تدفعوا الان نقدروا نحبسوا لكم هذه الاقساط، تحبسوا الان حتى ما بعد كورونا. وانت بلد مسلم فيه دائما الخير تروح تدير هذه الامور. اذا ما الذي يجب على الرئيس الان؟ اولا حكايه الدستور هذا راهي كارثه، اتمنى يكون سامعني. اذا كان يظن بانه الدستور اللي داروا له العرابه اللي كان تاع بوتفليقه هو انجاز، ونقول له نقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هذا هو شرح نقول له، هو شرح نقول له. إذا كان الرئيس يشوف هذا الدستور اللي داروا فوتوا عليه 3 ملايين من 45 مليون جزائري، هيئة ناخبة فقط 24 مليون، 21 مليون جزائري من الهيئة الناخبة بين مقاطع وعازف ورافض للدستور قال عليه لا. وجي الآن أوكي، أسمى قانون في البلد والله ما هي المواد في دستور؟ أن تكسب، مش تكسب، تكسب قضاء مستقل، وتكسب أجهزة أمنية نظيفة تحترم القانون وتحترم الإنسان، وتكسب مؤسسات دولة تتمتع بالشفافية وتتمتع بروح المسؤولية. هذه خير من 100 دستور. أنت فقط تجيب لي في مواد فقط، وأنا متأكد لكم الدستور لن يطبق في الجزائر، ما عنده حتى قيمة، هو ما يطبقوش. قرأوا على هوا الحاكم، ونأكد لكم واذكروا كلامي جيدا، إذا كنت حي راح نذكركم به، وإذا مت ربما يأتي واحد ويفتش عليه ويلقاه. أنه كان يجي رئيس آخر بعد تبون يزيد يغير الدستور، الدستور هذا ما يعجبوش. وشوف الجزائر على تاريخها، كل رئيس جاب دستور وما كانش رئيس رحل نورمال. بن بلة رحل بانقلاب عسكري، بومدين بقتلوه واغتيال وتسميم وكذا وكذا، وكلنا عرفوا قصة رحيل بومتين. بعد وشو الشادلي عزلوا، أجبروها، أجبروا خالد نزار تخلى عليه وأجبروه على الاستقالة، والمعلومات تقول خنقوا حتى هو ومحمد العماري. محمد العماري خنقوا، خنق الشادلي قال متقدر قالت رحلوه بإهانة ما قدرش تصورها. بعد وش جابوا ضياف قتلوه على المباشر، قتل واحد قالوا راه قتلوا بو معرفي وما حكايه قتلوه. زيد بعد جا علي كافي قعد ايامات عدوا به الطريق فقط، وراح روح لدارو حكم زروان. باش روح ضغطوا عليه وداروا له ملفات وكذا 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 وكذا، اجبروه على الاستقاله، واجبروه باستقاله غير دستوريه. لا يوجد في الدستور ان الرئيس يدير انتخابات مسبقة، يقلص عهده الرئاسية، لا توجد في الدستور. ما كانش رئيس رحل بطريقة دستورية. أوكي، بن بلة رحل بانقلاب عسكري، بومدين بتصفية بطريقة، الشادلي بانقلاب ودخلوا الجزائر في قضية فراغ دستوري وما إلى ذلك، وداروا المجلس الأعلى للدولة وما أشعر. زروال أجبروه على انتخابات مسبقة، وهذه ما كانش في الدستور. الرئيس يا يموت يا يستقيل يا يطبقوا عليه الماده الدستوريه لما يكون غير قادر، واقاله اجباريه فقط. لا كانش هذه تاع تقديم عهده، تقليص عهده دستوريه، انا ما لقيتهاش في الدستور، ما كانش. اوكي رحل بطريقه غير دستوريه فقط، فك راسه وروح الباتنا وتخبث. جابوا تفليقه، امسك في البلاد مسكت، ما رحلش حتى خرج الشعب وتم عزله بالقوه. نعم كل ما شو القايد صالح رحمه الله عليه، والله كان يخرج الشارع الجزائري كل ويقعد عمره كل هو البرة، والله ما على باله به. العصابه كانت راح تفوت برنامجها وقفلها القايد صالح الله يرحمه، يعني وقفه رجال. هم بعد وش جاء بعد؟ وبعد بوتفليقه جاء عبد القادر بن صالح، كمل المرحله هذه ورحل. جاء تبون، تبون بدا الحكم، بدا الحكم من هنا، مات له القايد صالح. واش دار؟ جاتو كورونا، غلقت الحدود، خرج مرتين، خرج مره لالمانيا والثانيه خرج الى السعوديه.
رجع من راح صلى ركعتين في المسجد النبوي الشريف في الروضة الشريفة، صلى هناك، بعدها غادر غلق العمرة، الحج نتاع ما كانش، زاد مرض هو بكورونا، اضرب أكثر من شهرين، يعني الوضع الاقتصادي الدهور، كذا كذا كذا، ولا ندري كيف سيرحل. إذن أنت في ظل هذه المنظومة، وش يخيلك هذا على مدار هذه، مش البارح فقط، أن المنظومة اللي هي كاين سيستام، دائما نقول لكم هو سيستام عسكري، أنه فاسد وأنه لم يحدث أي تغيير حقيقي في الدولة الجزائرية. دائما كاين هناك واحد السيستام مخبي، كاين دائما هناك دولة عميقة دائما هي اللي تتحكم في دواليب الدولة، وهذه الدولة العميقة دائما موجودة في كازرن. إذا الرئيس الآن راهو أمام تحديات. أنا واضح واضح جدا، والبعض الناس يقولوا لي أنك أنور مالك كنت تقول الرئيس لن يعود، ما قلت أنه لن يعود. أمر آخر، أنك قلت بأن المؤسسة العسكرية كانت تدرس ما بعد بوتفليق، عفوا ما بعد تبوك. نعم كانت تدرس، ونزيد نقول لكم شيء آخر، ما زال مشروع إنهاء حكم تبون ما زال قائم، ما زال قائم، وتم إفساده، فسد عليه، وحدثت خلافات وكذا وكذا وكذا، راح يطفوا اللعب هذه المرحلة، راح يطفوا اللعب هذه المرحلة. ويجي واحد يقول كيفاش تقول العسكر كان يدرس فيما بعد تبون؟ أولا في وضع عادي، وجيش عادي، ودولة عادية، رئيس ينقلوه على جناح السرعة، قال لهم داو على جناح السرعة إلى ألمانيا في غيبوبة، الدولة في رأيكم ما تبقاش وتدرس الاحتمالات الممكنة وغير الممكنة؟ لا تدرس احتمالات عدم عودة الرئيس ووفاته، لا تدرس احتمال أن استمرار غيابه يطول مرضه وماذا يجب أن يكون؟ إذا كنتم أيها الذباب الإلكتروني تقولوا بأن المؤسسة العسكرية لم تدرس هذا، فأنتم تسيئون للمؤسسة العسكرية من حيث تدعون أنكم تدافعون عنها. نعم، وهذه الحقيقة، وهذه الحقيقة اللي يجب تفهمها. تجي تقول لي هذه الأمور، نعم ما زال، وتبون راهي جريهم. أنا أقولها لكم بكل وضوح أن تبون لا يشكل عليهم أي خطر، ما العصابة عادت بقوة، العصابة استغلت كثير من الأمور واستطاعت العودة. العصابة يا جماعة ليست بوتفليقة وليست أُيحيى وليست سلال، هناك دولة عميقة في الدولة الجزائرية كل مرة تتحكم فيها جهة معينة على مدار من 62 وأرواح. الفترة اللي فاتت تحكمت فيها علبة عائلية، وقبلها علبة ضباط فرنسا، والآن كاين علبة أخرى تشكلت على أنقاض العلبة الأولى، وفيها من العلبة السابقة، كل مرة يبقوا جماعة وتستمر دائما تلك الدولة العميقة في التحكم في البلد والتحكم في الجزائر. إذا الآن أمام تبون، إما أن يتخذ قرارات تتجسد هذه القرارات فعليا، هو قال من قبل راح نسترجع الأموال ولازم يعرف الشعب، صارح الشعب، وأول ما تصارح الشعب حتى يثق فيك الشعب قل لهم رجلك وش بيها، هيا قل لهم أيها الرئيس رجلك وش بيها، ديروا بيان من رئاسة الجمهورية اشرحوا الوضع نتاع الرئيس، ربما تصبح ظاهرة جديدة يدرسوها في العام، ها فيروس كورونا فيه نوع من هذا الفيروس يضرب الصدر تتفلق الرجل، ربما قل لهم وش بها رجل، ديروا تراه جسدوا تراه الشفافية في هذه الفترة، راك رجعت، خلينا ننسوا اللي فات رغم أنه جرح عميق، خلينا ننسوه اللي فات، ننسوه، أوكي ننسوا اللي فات، هاي قل أبدلي من الآن وكن شفاف، كن شفاف، أوقف على رجليك رئيس الجمهورية، غدوة راح توقع قانون المالية، أوكي راك توقع قانون المالية، هاي امشي شوي، أوقف أكثر من دقيقة باش تقنع الجزائريين راك لاباس، كونوا شفاف. أين المشكلة كي تقول لهم بلي راك درت عملية جراحية على رجلك، راك زلقت في الدوش، ولا طحت من فوق السرير، ولا صارت لك حاجة، ولا هذه ضرباتك ودارت لك جلطة، والجلطة ضربت لك العرق وعرق وكذا وكذا ودارت لك حاجة، واش أي المشكلة؟ هاك ظهرت بصبات فردة صبات واحدة عادي، المرض ماهوش عيب، أو كلنا نمرضوا، والله المرض ما هو عيب،
وله عار، ولكن السلطة الجزائرية، الناس العوام اللي في الشارع الآن يتابعوا فينا راه ما يعرفوهاش. السلطة الجزائرية صارت تشوف بالمرض عيب، شيب في شعورهم عيب. ولو كنت تروحوا الآن تطلعوا على هذوما اللي مسجونين كيفاش ولت حالتهم، كانوا يصبغوا في شعرهم الهامل كيفاش كان شعره، روحوا طلوا عليه درك كيفاش، ما يحبوش يظهر، ما يحبش يظهر حتى في شعره بيضة، يهتم بشكله، يهتم بالأشياء. جميل أن تهتم بشكلك مش مشكلة، ولكن أنه يشكل لك عقدة هذا أمر آخر، هذا أمر آخر يضر بالدولة ويضر بمؤسسات الدولة. إذا ما هي، أعطينا يجي يقول لك 56 مشني عارف مطلب اللي حقق بهم الرئيس، الرئيس اللي دارهم في برنامج، وانا 56 وبدوا يحكوا فيهم، الله اعلم راه حقق 58 وما فقناش. ما هي خريطه طريقك ايها الرئيس؟ انشر برنامجك في الصحافه، هاي واحد اثنين وثلاثه، وخليني من لغه الشعر، وعادت الدبلوماسيه الجزائريه واصبحت تضاهي دبلوماسيات العالم، واصبحت الامم المتحده ترتعش الكراسيها، والجامعه العربيه تهتز الصحون فيها، واصبح كوكب المريخ كلما اقتربت منه طائره ايرالجيري يشعر برعشه كبيره جراء هذه العظمه. هذا الكلام تاع الشعر هذا ما يصح، ما يبنيش دوله. هذا راهو، شوف نعطيكم حاجه، الدوله كي تواصل حوايج هذه وتتواصل تأكدوا بأنها تكذب. الرئيس الحقيقي اللي عنده برنامج والله ما يحكي لكم عليه. إنجازاته نقصد يعني مش البرنامج، ما يحكيش على واش دار إنجازات، خلي الواقع يحكي عليه، خلي الناس تحكي عليه. افتحوا الباب سيدي للتلفزيونات، هاي نتحداكم. نتحداكم. تفتحوا برنامج في التلفزيون الجزائري وتجيبوا واحد من الأصوات العاقلة، وأنا مستعد إذا جيبوني مع المخير فيه. ونتكلموا بصراحة ونناقشوا أي موضوع. فقط تجيبوا ونعم الرئيس أنجزوا، احنا تمنينا وشجعت، أنا شخصيا شجعت الدور الجزائري في ليبيا، وقلت الجزائر راهي في وضع جيد، لم تتورط في أي طرف يمكن أن تحقق إنجازات، عشت بدور الجزائر وحاولنا نشجعه في تلك المرحلة، ولكن احنا راح ولينا نشجعه في ناس والله ما عارفين وش قاعدين يديروا. إذا ما هي خارطة الطريق للرئيس؟ مطالب الحراك الشعبي هي مواصلة مكافحة الفساد، استرجاع المال العام، مش استرجاع خالد نزار وتعطوا له سواردو وتعطوا له المفتاح بتاع الفيلا نتاعو وتزيدوا تديروا له حراسة. هذا إنجاز؟ مش الإنجاز أنك تخرج توفى هو الإنجاز؟ الإنجاز مش ما تنقلب على مسار القايد صالح لأن هناك تصفيات هات حسابات. الإنجاز الحقيقي يتمثل أنه تعطي للعدالة سلطتها، تكون عدالة انتقالية بمعنى الكلمة، ما تستثني أحد. تبون إذا لقوا عنده مشكل فساد يقول لهم هكذا، افتحوا التحقيقات، إذا لقيتوا عندي فساد أنا مستعد أمتثل أمام المحكمة. هنا تعطي صورة شجاعة للمرحلة، مش حتى الجزائريين مثلا رئيسهم رئيس جمهوريتهم لا يعلم شيء، عادي يلقط في الأخبار من عند فلان وعلان، يجي واحد مغربي، واحد تونسي، واحد موزمبيقي، واحد كيني، واحد من بوركينا فاسو يحكي على صحة الرئيس الجزائري مساكن، حتى فيه ناس في تركيا، ناس في 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 في, في كل أنحاء العالم لقاو شغلانة هذه، فصاروا يعطوا للجزائر أخبار تاع رئيسهم ورئاسة الجمهورية الصفحة نتاعهم، يا راهو قالوا الأطباء راهو لاباس، يا راهي جاته برقية من فلان تمنى له الشفاء العاجل. شوف بداو هلا بالحكاية البرقيات وبعد بالتليفونات، ودرك راح يزيدوا يرجعوا لحكاية برقيات يهنئوا فيها على عودته للجزائر، وراح نقضوا بإذن الله واحد الربع شهر نحن في حكاية تبون، راح داوى ورجع. ألا عبد الدقة بن مسعود راهو قال له مبروك الشوفيت، جاب الله بن عبد الله بن موسى بن عيسى راهو قال له ما شاء الله عليك راك زي الفل، نتمنى لك كل السعاده، وراح نقضوا وقت كبير نحن غير مع تبون وحكايه مرض. ما تتوقفش الدوله على جل تبون، ولا الدوله خلقت لتكون في جيب تبون ولا غير تبون، ولا في جيبي انا ولا في جيب اي كان، هذه دوله يجب ان تستمر. يجي يصور هو لك قاعد يحكي، يزيد يصوره لك مع الشنقريحة يحكي، خلاص الدولة راهي بخير، راهو عاد بقوة،
ويرتكبوا في واحد الاخطاء بروتوكوليه والله العظيم كارثيه بمعنى الكلمه. تري احيانا الرئيس يكون صادق يجي يعمل عمل وعمل كبير وقادر يحقق اشياء كبيره، اكل اللي يظهر واكل مصور هذاك يظهره فقط يرحيله كل شيء. البارح كي تتفرج هاك الشريط هذاك، اي المقص الرقابه اللي فيه دار العجب، يعني واحد شويه فقط يعرف الاعلام، ولا باش يعرف الاعلام، ذرك الناس كل صاروا اعلاميين، عنده تليفون يعرف يدير المونتاج ويعرف يدير الحوايج الكل، يفيق لها بانها حكايه كلها ملفقه، راهو هدر 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 وخيروا فوتوا واش يحبوهم، فوتوا هدر على الزواولة وشكر الجيش، هذا اللي يهمه، واللي صوروه العسكر ما صوروش تلفزيون الجزائر، والنشره اخروها باش يستنوا حتى يجيبوا لهم. ونزيد نعطي لكم حاجه، اللحظه الصحفيه والصحافي اللي قعدوا ينتظر راح يقدموا النشره ما على بالهمش اخر دقيقه، ما على بالهمش اصلا وعلاش متاخر النشر، حتى جاهم بن صبان وجاب لهم الخبر في الدقيقه الاخيره. وحطوهم ثم بسرعه وقراوا، ما كان حتى واحد على باله، ولا القايمين على صفحه الرئاسه على بالهم باللي الرئيس الجاي. بل بشده انه كانت تنشر اخبار كل مره خبر والرئيس راح يرجع وجاي والسمانه هذه وكذا وكذا، ولت الناس حتى ما تصدقش. واذكر انني لما نشرت انا الخبر اكثرهم ما صدقونيش. كاين اللي ما صدقنيش بسبب عنده حسابات انور مالك، والله كان يقول له الماء هذا راه ينحي العطش ما يشربوش ويظل ميت بالعطش، يكرهني يكرهني لوجه الله هكذا. وكاين اللي اصلا عنده موقف سياسي وايديولوجي مني، اني موقف مسبق ملف اخر، كاين بزاف راهم تلقاهم عاديين راه بسبب سوريا، بسبب ملفات اخرى، بسبب ايران، بسبب السعوديه، بسبب قطر، بسببات اخرى، ويجيك في موضوع اخر يخص الجزائر ما كان. وكاين اصلا اللي كره هذه الاخبار ما عادش يصدق، يا ولدي راك كل مره تقول، كل مره يقولنا واحد باللي راح يروح الرئيس وما يجيش. اذا اخواني الكرام طولت عليكم 57 دقيقة، حان وقت أني نخليكم. إذا أن المرحلة ما بعد عودة تبون يجب ألا تكون مثل الذي قبلها، كل الذي كان قبلها بالنسبة للحراك الشعبي كان كارثي، وبالنسبة للسلطة كان كارثة، في ظل وباء كورونا الذي أضر بالجميع واستفادت منه السلطة لأنها وجدت راحتها في ظل شارع لا يتحرك، وهذا هو اللي خلاهم يفوتوا ويرتدوا على آثارهم قصص كما ورد في الآية الكريمة. هذه هي اللي راجعوا ارتدوا على آثارهم وبلعوا اجتروا كلامهم وبلعوا ريقهم وبلعوا ما قالوه وانتهى الأمر. إذن ما يجب أن يكون أن الرئيس يجب أن يجسد المرحلة تجسيد فعلي، إقالة الحكومة، إقالة المستشارين، إعادة الأمور إلى نصابها، إعادة إعلان التعهدات اللي لازم تحققها الحراك الشعبي أو مطالب التغيير، يجب أن تعلن أرضية للتغيير. وأنا أهيب بكل الجزائريين الذين يطالبون بالتغيير، خاصة النخب المعروفة، أن تلتقي على خارطة طريق، أن تلتقي على مشروع، يكتب هذا المشروع، تكتب بنوده، تكتب مطالبه وهكذا، ويكون هناك واجهة. حراك لن ينجح إلا بواجهة سياسية، ولكن للأسف أنه شبكات التواصل الاجتماعي خلت كل من هب ودب، ما دام يتكلم مرشح يجب أن يمثل الحراك الشعبي، حتى وصلنا الوضع أنه الناس كلها قياديين وما لقاوش مشكلة راح يقودوه. حتى مرة كنت في مجلس هكذا فيه سوريين معارضين، حتى قلت لهم كلهم يتكلموا باسم الزعماء وكلهم كذا كذا، حتى قلت لهم يجي نهار أنكم كل تكونوا رؤساء وتحتاجوا الشعب، أنا كنت مستعد أن يجيكم شعب. وهذا ما وقع أيضا في الجزائر، لا ما هوش منطقة كذا، أنت راك خرجت من أجل مطالب معينة، المطالب هذه معينة، خليها إيها تكون هناك خلية قيادية هي اللي تحقق المطالب، ومش شرط أنها تحقق لك كل شيء بين عشية وضحاها، يا تحقق لك أنت كل ما تريد يا تفسد، هكذا راك ما تحقق والو، ولكن لما تكون هناك استراتيجية ترسمها ناس واعية وناس واعدة وناس راشدة، أعتقد بأننا نستطيع أن نصل إلى بداية طريق فعلية واستعادة زمام الأمور على المعارضين وعلى المطالبين بالتغيير، أن ينسوا خلافاتهم، يرموها وراء ظهرهم رمية نهائية، وما وينسوا حكاية تصفية الحسابات وتخوين بعضهم وكذا وكذا وكذا، وينطلقوا إلى أرضية حقيقية. هذه الأرضية لا تضحي بمطالب الحركيين ولا بمطالب التغييريين، ولا تضحي أيضا
بوضع الجزائر وتضحي بأمنها واستقرارها، الأمر نفسه أنهى السلطة وتتمثل في الرئيس تبون على الأقل على المستوى الرمزي. إذا فعلا يريد التغيير هو الآن أيضا يفتح باب الحوار، حوار مع الجزائريين، يفتح الباب للجزائريين، يتم تشكيل لجنة حوار حقيقية تلتقي مع كل الجزائريين، مع النخب، الناس اللي كانوا طالبوا بالتغيير، وتبدأ أرضية حقيقية. دون ذلك الرئيس مصيره إلى إسقاطه، والجزائر مصيرها ربي يجيب الخير. هذا ما أردت أن أقوله في هذه المداخلة. شكرا لكم أحبتي الكرام، إن شاء الله، وأشكركم جميعا على حضوركم، على مشاركاتكم، على رسائلكم، على تعليقاتكم، سواء بالإيجاب أو بالسلب. من سبنا الله يهديك ويهدينا، ومن أحبنا لك كل الحب. إن شاء الله نلقاكم في مداخلة أخرى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.